السلام عليكم، معكم الدكتورة إيمان وجيش شورباجي، أخصائي أمراض العظام والمفاصل بمستشفى السعودي الألماني بدبي، دكتوراه واستشاري أمراض الروماتيزم والتأهيل وإصابات الملاعب بالقوات المسلحة وكلية الطب لأكثر من 15 سنة. بس أحب بس في الأول يعني نعرف يعني إيه كلمة روماتيزم. هو الروماتيزم ده يشمل تشخيص العديد من الأمراض العظام والمفاصل التي منها أمراض التهابية والتي منها أمراض ميكانيكية. الأمراض الالتهابية غالبا دي نتيجة خلل في الجهاز المناعي لجسم الإنسان، زي مثلا الروماتويد المفصلي، الذئبة الحمراء، وتيبس الفقرات. والأمراض المناعية ينتج عنها التهاب في المفاصل والعمود الفقري. أما بالنسبة للأمراض الميكانيكية فدي غالبا الأمراض التي تنشأ نتيجة تقدم الإنسان بالعمر أو نتيجة الإصابات المتكررة في بعض المفاصل، زي مثلا خشونة المفاصل، وخصوصا خشونة مفصلي الركبة، خشونة العمود الفقري، وكمان زي اللي هي الإصابات بتاعة الملاعب وهشاشة العظام. وده هشاشة العظام دي حقيقي من الأمراض التي إذا لم يتم اكتشافها مبكرا قد تؤدي إلى وجود كسور بالعمود الفقري، وبالتالي يكون هناك ضغط بالأعصاب. في بعض الأحيان قد تؤدي إلى ضغط على الحبل الشوكي، وقد تؤدي إلى شلل نصفي لا قدر الله. إن شاء الله يوم الثلاث الجاي بإذن الله هنكون لايف معاكم على الفيسبوك. إحنا في انتظار أسئلتكم عن الأمراض المناعية، وإن شاء الله نقدر نرد عليها. لازم نعرف ان هدفنا الاساسي هو خدمة المرضى لكي ينعموا بصحة ونشاط ويقدروا يمارسوا حياتهم العملية بكل صحة.